حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية يعقد مؤتمره التأسيسي ويعلن دعمه لاستقرار السودان. الناطق باسم مجلس السيادة يؤكد قيام الجولة الثانية للمفاوضات مع الحركات المسلحة في موعدها المحدد. ولاية جنوب كردفان تستقبل أكثر من 200 أسرة عائدة من مناطق الحركة الشعبية. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والتي تضم إلى جانب نشرة الأخبار موجزا اقتصاديا وآخر رياضيا. أهلا بكم. أعلنت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية عن ميلاد وانطلاقة حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية، الذي قالت بأنه يعبر عن الوحدة والوفاق ويأتي دعما للسلام والتنمية واستشرافا لمستقبل يبني الأمة على خطى التنمية والتغيير. وقال ناجي مصطفى عضو اللجنة التمهيدية خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية، قال إنه منذ الاستقلال فشلت الأحزاب السياسية والانقلابات العسكرية في طرح مشروع إجماعي وطني يحقق التوافق ويعزز الوحدة لأبناء البناء والتأسيس الدستوري للمجتمع والدولة على نهج ديمقراطي تعددي يضمن المشاركة والتداول السلمي للسلطة لجميع القوى السياسية والاجتماعية، مبينا بأنه من هنا جاءت فكرة حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية ليتجاوز مرحلة استيراد المذاهب والأحزاب من الخارج، معلنا أن حزب سوداني مرجعيته هو القومية السودانية واستلهامه من الإبداع والتجديد. لقد كانت الثورات والانتفاضات الشعبية والثورات المسلحة والانقلابات العسكرية في السودان طيلة الحقبة الماضية وسوء وترد الأوضاع المعيشية في الفترات المتقاربة هي خير دليل على وجود مشكلة عميقة في التكوين الفكري والوجداني والحركي، أدى إلى تململ وقلق سياسي كبير أقعد النخب السياسية ردحا من الزمن. وكل هذا هو ما يمنحنا اليوم بقوة هذه الفرصة لطرح مشروع إجماع قومي يحقق التوافق ويعزز الوحدة لإعادة البناء والتأسيس السياسي والدستوري للمجتمع والدولة على نهج ديمقراطي تعددي يضمن المشاركة والتداول السلمي للسلطة لكافة قواه السياسية والاجتماعية ويحقق آمال السودانيين المتعلقة بممارسة حزبية راشدة. من جانبه، دعا رئيس حركة الإصلاح الآن دكتور غازي صلاح الدين الأحزاب السياسية إلى النظر إلى عيوبها وأن يكون هذا منهجا يتبعه الجميع في الساحة السياسية لتصحيح الأخطاء التي لازمت الممارسة السياسية في السودان طوال الفترة الماضية وضرورة التركيز في قضايا ومعاش الناس. وقال غازي صلاح الدين أن هذه الفترة تعد من الفترات المهمة للسودان. حقيق بكم كما قيل أو قال من قبلي أن تنظروا إلى أنفسكم وأن تنظروا إلى عيوبكم أولا، وهذا منهج جدير بأن نتبعه كلنا، أن ننظر حتى نصحح من أخطائنا وحتى نقيم مع وجه من مساراتنا حتى يكون عملنا دائما موصولا بغاية كبرى وبمصير في المستقبل. لا بد في مثل هذه اللقاءات من أن نربط ما يجري بداخلنا وفي مؤتمراتنا بما يجري خارجها، يعني ما الذي يجري في البلاد. ولذلك أنا أقول، ربما ذكر ذلك بعض من سبقني، دعونا نفكر في أهم قضايا البلاد التي نتولى أمرها نحن جميعا معارضة الحكومة، ولنقل ما هي أهم هذه المسائل. أهم هذه المسائل كما نوه بعض الذين سبقوني هي في الملف الاقتصادي المعاناة. أعلن قوى ثورة 13 من ديسمبر وتجمع الشباب السودان وقوى الهامش عن تبنيها نسبة 33% للمشاركة القوى الثورية في تكوين المجالس التشريعية وبالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير. وطلب هيثم الدينار ممثل قوى 13 من ديسمبر في المؤتمر الصحفي الذي عقده
إرجاء إعلان كشوفات ممثلي المجلس التشريعي إلى حين تحقيق السلام بمشاركة قوى الكفاح المسلح، مشيرا إلى التزامهم بكل ما ورد في وثيقة الإعلان الدستوري والالتزام بالمنهج الديمقراطي في المتابعة والمراقبة والتقويم لفعاليات العمل الوطني. وأبدى دينار تخوفه من التفاف الأحزاب السياسية على هذه الثورة. استطلعت كاميرا طيبة عددا من الصحفيين والمهتمين حول دخول الأحزاب السياسية في هذا المحترك السياسي الجديد. أن هنالك يعني تشرزم كبير وواسع ما بين التيارات السياسية المختلفة. قد إذا لم تدار بوعي وإدراك حقيقي لواقع السودان وتاريخه الحضاري، قد تساعد في تفرقة الناس في اتجاهات سياسية. لكن افتكر انه برضو فيها نوع من الزاوية الثانية، اذا نظرنا لها نلقى انه فيها نوع من الإيجابية، لانه الحراك السياسي لا تستطيع ان تحجر على ناس توجههم لتيارات. فالمجتمع السوداني ليس هو المجتمع الامريكي القائم على حزبين سياسيين كبيرين. بروز احزاب جديدة في الساحة السودانية هي ظاهرة حميدة وظاهرة مطلوبة، لان كثير من الاحزاب القديمة بمختلف اتجاهاتها وتوجهاتها السياسية والفكرية تكاد تكون استنفذت أغراضها، باعتبار أن العضوية والكوادر المختلفة التي تعمل في ظل هذه الأحزاب أصبحت التصاقها التصاق هم ربما عاطفي أو تاريخي أو طائفي أو أسري. نحن طبعا نعتبر أنه قيام أحزاب وكيانات سياسية في الفترة بعد الثورة هي دليل عافية ودليل تفاعل سياسي للقوى السياسية الشبابية التي قامت بالثورة ولم تكن لها يعني توجه سياسي ملحوظ. فنحن يعني الآن بهذا نعتبر يعني إنه السودان يعني يخطو خطوات نحو العافية. ظهور أحزاب سياسية جديدة يعني حسب مراقبين الأثر الإيجابي على مجمل العملية السياسية ودليل عافية لحركة العمل السياسي في البلاد، بينما حذر آخرون من تكرار تجربة الديمقراطية الثالثة والتي لم تستطع الأحزاب السياسية تحقيق التوافق السياسي المطلوب حولها فانتهت إلى انقلاب نظام الإنقاذ. قم الأزمة السياسية في السودان وازدحام المشهد السياسي، برزت في الأونة الأخيرة تيارات وأحزاب سياسية دخل ساحة العمل العام ببرامج وأجندات مختلفة، ليحدث الأمر تباينا في الآراء حول تأثيرها وجدواها في ظل ما كانت تعانيه البلاد من ترهل كبير في عدد الأحزاب التي يعتبرها البعض غير مجدية أو مؤثرة، فيما يرى البعض أن بروز تنظيمات جديدة في هذا التوقيت من عمر البلاد يدل على تعافي المناخ السياسي. بالتأكيد دخول أحزاب سياسية في الساحة السياسية خلال في المشهد السياسي هو واحد من إفرازات الفترة الانتقالية، وقد يكون هنالك أكثر من حزب يستطيع أن يعبر عن نفسه من خلال تشكيل أو من خلال يعني إيصال صوته عبر منظومة سياسية في الفترة الانتقالية. وتبقى فعالية هذه الأحزاب والتيارات الناشئة مربوطا بمدى تطبيقها لشعاراتها وإنزال برامجها إلى ساحات العمل العام في ظل ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية ضربت طوق الخناق على المواطن. في الحقيقة مشكلتنا مش في الكلام ولا في النصوص، ولكن المشكلة في النفوس حقيقة تعوزنا تماما كما ذكر إخوة من قبلي الديمقراطية، وتعوزنا التطبيقات الفعلية لمبادئ ونصوص ما يتفق عليه. رغم أن الأمر يبدو كدليل عافية للمناخ السياسي في البلاد، إلا أنه تبقى تخوفات السودانيين ترتكز حول تكرار تجربة الأحزاب المصطنعة في عهد الإنقاذ، وألا تتمكن الأحزاب الجديدة من خلق برامج واقعية تتماشى مع مقتضيات الراهن السياسي في السودان. في ظل الاختناق المروري والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في السودان، برزت إلى السطح أحزاب سياسية جديدة ينظر إليها السودانيون
باعتبارها دليل عافية في الفترة الانتقالية، ولكنها تحتاج إلى تنزيل برامجها على أرض الواقع أكثر من الورق. إسلام الأمين لقناة طيبة، الخرطوم. تسعى الخرطوم إلى خلق علاقات وطيدة مع واشنطن واستعادة علاقات السودان الجيدة مع كل من دول العالم، ويأتي ذلك في ظل أزمات سياسية واقتصادية تواجه السودان، وفي ضم ذلك ظلت الحكومة الانتقالية تبحث عن علاقات وشراكات مع الدول الخارجية. إنها ليست حدثا وليست كالنقر على زر مفتاح المصباح، إنها عملية إجرائية، ونحن نتحاور بشكل مكثف ومتواصل مع السودانيين بخصوص كيفية الشروع في ذلك. آخر كلمات قالها مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيبور ناجي في آخر مؤتمر صحفي بخصوص السودان، معلنا فتح صفحة جديدة مع الخرطوم قد تكون ناصعة البياض. التصريحات تأتي في وقت يضمد السودان فيه إصابات اقتصاده، وبقاء اسم السودان مدرجا على القائمة الأمريكية للدول الرعية للإرهاب يحول دون حصوله على تمويل أجنبي بما في ذلك من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحسب ما أفاد به المسؤول الأمريكي. وجب على السودان انتهاز فرصة كهذه، فمرتبة كمرتبة شريك تعني الموازاة في كل شيء، فسيناريو المرحلة القادمة المتوقع بحسب أكاديميين أن يعمل السودان على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ببسط أمنه القومي وتأمين حدوده وعدم الاشتراك في حروب لا تمس السودان بصلة وإن كانت بالوكالة. الصفحة السوداء تمثل تاريخ علاقات السودان إبان ولاية نظام السابق، والتي كان أقصاها في العام 2017 رفع الحظر الاقتصادي جزئياً. الولايات المتحدة تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، لذلك فقد أرسلت قوات لحفظ السلام لمنطقة دارفور في وقت سابق، موقف يتفق الاتحاد الإفريقي معه، فيعتقد أن الأمن في المنطقة الواقعة غربي البلاد لا يزال متقلبا. الصفحة البيضاء قد لا تخط فيها جملة تفيد السودان إذا لم يلتزم بمبادئ شراكته لأمريكا التي قد يكون له فيها مكاسب فعلية، تبدأ بوضع القلم على الصفحة البيضاء للتوقيع. هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من الصحفيين حول توجه واشنطن لفتح صفحة جديدة مع الخرطوم واعتبار السودان شريكا لها. في اتجاه من الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع السودان هو بالتأكيد فيه فائدة كبيرة للسودان، ومعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا رأت مصلحتها في أي دولة فتتجه مباشرة للتعامل معها. يبدو أن أمريكا أخيرا رأت أن مصلحتها في السودان، وكان لها تعامل أصلا مع السودان فيما يخص سلعة الصمغ العربي. أول حاجة التأثير بيكون من ناحية اقتصادية مفيد لنا جدا جدا، لأنه إحنا علاقاتنا الخارجية كانت كلها شبه مقطوعة، والأمم المتحدة هي والولايات المتحدة الأمريكية بتكون هي الريدر بتاع العالم حاليا. دي من ناحية اقتصادية، ومن ناحية اجتماعية وثقافية بتكون الحاجة مثمرة جدا بالنسبة لنا، لأنه بتفتح لنا مجالات كثيرة من تعليم، من نقل ثقافة جديدة للبلاد وكذا. العلاقات السودانية الأمريكية والتطور الحاصل الأيام دي متوقع اعتبر أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي كان عندها بعض التحفظات على بعض الملفات في السودان في الحكومة السابقة، والآن السودان أعتقد أنه أنجز أو قطع شوط كبير في بعض الملفات المطلوبة، يعني ما تبقى فقط تفاصيل، فأعتقد إنه هي خطوة كانت متوقعة. قالت منظمة هومن رايتس واتش في تقرير أصدرته أمس الأحد حول الأوضاع في السودان مكون من 59 صفحة إن الهجوم على المتظاهرين في يونيو الماضي كانت عملية مبرمجة، واصفة الحادث بأنه قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية،
وطالبت المنظمة السلطات الانتقالية السودانية الالتزام بمحاسبة حقيقية عن أعمال العنف غير القانونية المرتكبة ضد المتظاهرين منذ ديسمبر والتي قتل فيها المئات على حد قولها. وأشارت هما الرئيس إنها التقت بأكثر من 60 شخصا بمن فيهم ضحايا مجموعة من الجرائم وشهود على الانتهاكات، كما حللت صورا ومقاطع فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي اليوم الأخير من شهر رمضان الماضي قام عدد كبير من المسلحين يرتدون بالذات عسكرية عند الفجر بتفريق اعتصام تقيمه حركة الاحتجاج منذ 6 أبريل وفق تقرير المنظمة. وتقدر أعداد القتلى في فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي ب120 شخصا وأصيب المئات وفقدان العشرات. حاصر مئات المواطنين مبنى محلية جبل أولوياء بالكلاكلة اللفة وأغلقوا الطريق الرئيس بإشعال الإطارات وطالبوا بإقالة المعتمد. ورفع المواطنون الغاضبون شعارات تدعو لتحسين الخدمات العامة ووضع حد للمشكلات المعيشية التي قالوا إنها أصبحت فوق طاقة المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة وجشع التجار وتنظيم قطاع المواصلات. وقال عدد منهم إن الوضع العام أصبح لا يطاق، منوهين لضعف دور المحلية وفشلها في تقديم الخدمات للمواطنين. يعيش سوق ليبيا بغرب أم درمان حالة من الفوضى وعدم التنظيم بسبب انتشار الباعة الفريشة على أرصفة الطريق الرئيسية، مما انعكس سلبا على حركة المواطنين وانسياب السيارات. يأتي ذلك في وقت يشكو فيه البعض من التجار من انعدام الخدمات وتفشي ظاهرة السرقة والنهب وبعض التفلتات الأمنية. سوق ليبيا غرب أم درمان فوضى تمشي على الأرض وعشوائية تلقي بظلال سلبية وغياب تام للرقابة، ليست رقابة على جودة السلع وارتفاع الأسعار فحسب، وإنما رقابة على انسياب الخدمات ومحاربة الفوضى ومحاصرة التفلتات. واقع حرك المتضررين من تجار القطاع للاصطفاف في وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات تحمل عدة مطالب. نحن نطالب، عندنا مطالب حقيقية بنعاني منها نحن التجار، قضيتنا ما قضية سياسية، نحن جماعة نطالب من أجل خدمات في السوق. نحن التاجر هنا في سوق ليبيا عندنا الشارع المدخل الرئيسي مقفول تماما، يعني نحن مقطوعين من الناس، ما المدخل مقفول، ما في عربية بتجي تعدي لحد ما المسوق يلقى راحته. ثم ثانيا بنعاني من الكهرباء، كهرباء بنعاني من قطوعات حادة، حتى عندك عدادك انت داير تنزل كهرباء ما بتنزل، في تحميلات ما في معالجات للموضوع ده. ثم ثالثا نحن بنشرب من براميل، في ناس كثيرة ماتوا من السوق ده بأعمارنا وأعمار أبواتنا بأمراض وبحاجات كثيرة من الكلام ده. نحن نطالب المسؤولين بتفهم مشاكلنا وبحلها حل شامل كامل حل جذري. ويشكل وجود الباعة الفريشة والباعة المتجولين معضلة أدت إلى تعثر الحركة أمام المواطنين والسيارات العامة والخاصة. الزلط مكفول نهائي في الفريشين، فارشين في الزلط دقة فينا الشارع رسمي، نمرة 2 ناس المرور ذاتهم يعني ما شغالين بطريقة رسمية مداومة في السوق، يعني بيقفوا دائما فترات معينه والطريق بيكون مقفول، يعني حركه المرور بتكون واقفه نهائي. اي زول جاي للسوق ده عايز يشتري اغراضه ما بيقدر يوصل للسوق ده بطريقه مريحه، يعني الشارع بيكون مقفول، يخش بجوا الحله على اساس انه يجي يحصل السوق، يعني في معاناه كبيره جدا جدا. حاله البؤس التي تهيمن على سوق ليبيا دفعت التجار الى اغلاق محالهم التجاريه للفت انتباه السلطات لمعالجه المشكلات. السوق ده الليله كلها مقفله، ما في انسان بيشتغل الا الشوارع دي تتفتح، يعني اكبر سوق في افريقيا مش في السودان، اكبر سوق في افريقيا يكون مقفله بالطريقه دي ما ممكن. الكهرباء دي اهم حاجه عندنا، مطلب رئيسي. على كل تبقى قضية الفوضى في سوق ليبيا غرب أم درمان في حاجة ماسة إلى تدخل سريع من قبل السلطات المختصة لإعادة الترتيب والتنظيم وإعطاء كل ذي حق حقه،
ليبقى سوق ليبيا مفخرة للسودان باعتباره واحدا من أكبر الأسواق في المنطقة الأفريقية ورافدا مهما يساهم في خروج البلاد من أزمتها الاقتصادية. تمكنت قوة ميدانية من جهاز المخابرات العامة من ضبط عربة كانت تقوم بتهريب سلاح ماركة كلاشينكوف بمنطقة أم روابة، حيث كانت العربة في طريقها لولايات الشرق والولايات الحدودية. وأكد جهاز الأمن في بيان أصدره اليوم وحصلت سونا على نسخة منه أن العملية تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية فيما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة وتعزيزا للأمن والاستقرار خلال الفترة الانتقالية. وأضاف البيان أن جهاز المخابرات العامة سيواصل جهوده في حراسة أمن واستقرار البلاد والتنسيق لأداء هذا الواجب النبيل مع المنظومة الأمنية والعسكرية والجهات العدلية، فضلا عن تواصله مع أصدقائه خدمة لأهداف ومصالح البلاد العليا. أكد الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي الاستمرار في مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة، مؤكدا قيام الجولة الثانية في المفاوضات في موعدها محددا في 21 من الشهر الجاري. وحسب قناة سكاي نيوز عربية أن الفكي أكد أن الجانب الحكومي يستعد للجولة المقبلة وسيتوجه إلى العاصمة جوبا الخميس المقبل. من جانبه قال القيادي بالجبهة الثورية ياسر عرمان إن الجبهة تعقد اجتماعاتها حاليا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الوقت الذي لم يؤكد فيه انطلاق المفاوضات من عدمها. وكانت أخبار قد تحدثت عن تأجيل محتمل لانطلاق مفاوضات جوبا المباشرة بين الحكومة والحركات المسلحة للمرة الثانية. استقبلت حكومة ولاية جنوب كردفان بمقر مفوضية العون الإنساني بالولاية أكثر من 200 أسرة من المواطنين العايدين من مناطق سيطرة الحركة الشعبية في محلية برام. ووصف والي جنوب كردفان المكلف اللواء الركن الرشاد عبد الحميد إسماعيل العودة بأنها استجابة لنداء السلام، مشيدا بفتح المسارات والمبادرات من الطرفين التي تأتي في إطار جهود السلام من الداخل، مشيرا إلى مواصلة حكومته لتهيئة المناخ لمزيد من الحوار والتواصل الاجتماعي من أجل السلام المستدام. من جانبه توقع مفوض العون الإنساني بالولاية خضر حسين طويل زيادة تدفقات العايدين في الأيام المقبلة مع بشريات السلام. نشرة الأخبار متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. المالية تصدر منشورا لمقترحات مشروع موازنة 2020. مشاهدينا أهلا بكم مجددا، وهذه طائفة من الأخبار الاقتصادية. أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمس منشورا بإعداد مقترحات مشروع موازنة العام المالية 2020 ليعين الوزارات والوحدات الحكومية في إعداد مقترحات الموازنة بما يحقق الأهداف القومية والاستراتيجية المرجوة. ووجه المنشور الوزارات والوحدات الحكومية بما يحقق أهداف هذه الألفية على أساس هيكل الحكومة الانتقالية على أن تقدم الوزارات مقترحات الوحدات الحكومية التابعة لها. وبحسب المنشور يتم إعداد مقترحات موازنة التنمية في شكل مراحل محددة بأهداف وكلفة وخطط تنفيذية، ويسند هذا بمنشور على الموجهات العامة المجازة من مجلس الوزراء ومؤشرات الأداء الفعلي التقديري للعام 2019. بدأ صباح اليوم الاثنين التشغيل التجريبي لرحلات قطار ولاية الخرطوم على أمل خفض وحدة أزمة المواصلات التي تضرب العاصمة الخرطوم.
انطلقت أولى الرحلات المتجهة إلى الجيلي من محطة بحري، وفي الأثناء جرى تدشين رحلة ثانية من محطة الشجرة إلى سوبا، ودشن والي الخرطوم أحمد عبدون، وبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات، فيما تقرر نقل الطلاب بنصف القيمة. انتهت الأخبار الاقتصادية، وفيما يلي أخبار الرياضة. توقف منتخب السودان الأول لكرة القدم في 3 نقاط بعد خسارته للجولة الثانية في تصفيات أمم إفريقيا الكان أمام جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بمدينة جوهانسبرغ. وسجل منتخب جنوب إفريقيا هدفه الوحيد في 44 من الشوط الأول عن طريق اللاعب بلينور فيري، والنتيجة منحت المنتخب الشهير بالبافانا أول 3 نقاط في المجموعة الثالثة بتصفيات الكان. وجه نادي القوى الجوية العراقي إنذارا ثانيا لمهاجمه الجديد بكري المدينة نتيجة غيابه المتواصل عن الفريق. وقال جاسم قاطع أمين سر نادي القوى الجوية في تصريحات صحفية إن بكري لم يلتزم بمدة الإجازة وتغيب عن تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة مولدية الجزائر في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مؤكدا أن الإدارة وجهت للاعب السوداني إنذارا وحددت له مدة إن لم يلتحق بالفريق فستكون مجبرة لشكوى اللاعب لدى الاتحاد الدولي وتطبيق اللوائح بحقه. مشاهدينا، وفي الختام نعود ونذكر بالعناوين. حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية يعقد مؤتمره التأسيسي ويعلن دعمه لاستقرار السودان. الناطق باسم مجلس السيادة يؤكد قيام الجولة الثانية للمفاوضات مع الحركات المسلحة في موعدها. ولاية جنوب كردفان تستقبل أكثر من 200 أسرة عائدة من مناطق الحركة الشعبية. في الختام تحياتي وفي أمان الله. طيبة لحياة طيبة.